بسم الله الرحمن الرحيم. نحن من نيجيريا منذ لما أخذوا شيخ نمر كنا معه نخرج في الشوارع يوم الجمعة للمظاهرة لإظهار محبتنا المظلومين في السعودية. وحتى الآن في نيجيريا إخواننا هناك يخرجون من يوم السبت إلى هذه اليوم حتى يظهرون براءتهم لهذا الإعدام، محكوميتهم لإعدام الشيخ نير الشهيد المقاومة. إن شاء الله وسنبقى معهم إن شاء الله، ندعو الله للنصرة كل أهل المقاومة في العالم من سعودية ومن نيجيريا ومن يمن ومن بحرين وفي العراق وفي كل بلدان المسلمين إن شاء الله.